مسرح علاقة ديال المسرح بالتغذية كيفاش هاد علاقة المسرح بشجرة علاقة وطيدة يعني الماكلة كلشي كياكل يعني معروف على يعني الناس كياكلوا المسرحيين تما مكان الثقافة يعني هو تعبير على النمط الثقافي بلا أكل وبالتغذية يعني وهذا كيعكس يعني والثقافة ولا مسؤول عام يشاركوا الفريق اللي يشارك في إعداد ديال الطبق ديالكم شنو عدلتوا بعدا شنو عدلتوا؟ عدلتوا شنو عدلتوا شنو عدلتوا شنو عملتوا؟ البوقة ها؟ البوقة البوقة والدرعي بجوج البوقة والدرعي وشكون صيد هذا الدرعي؟ جبتوه من مين عندك هذا قشر الخضرة جبتوه من البلاصة يعني مرة السوق المركزية ولا عندكم شي دراري كيصيدوا ولا والو؟ ديك شي طري مزيان؟ عندكم شي وحدين كيصيدوا؟ مش عارف شي ديال مشيتو لصوم المرصا صوم المرصا شكون اللي جاب هادشي هذا شكون خصنا غير نعرفو شكون اللي طيب ديالي جبتي مين جبتي البقا البقا لا ماشي بقا درعي درعي والبقا قلت مين مين جبتوه مين جبتوه جابوني الاخ ديالي تقدم جبتوه من البلاصه ياك من مرسى شكون الشيف ديكيب ديالكم ديالك؟ انا اللي درت هكا انت اللي عبدت لي هادشي راه كامل ديالنا وواد دابا الشيف ديكيب واش عياكلوا ولا عيار كنجيري لي زونفون اكسيتيرا وايد 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 الشيف ديكيب كيفاش عملتي مع ليكيب تعاملوا معاك عاونوك في اعداد ديال الطبق ديال البوق تعاونا كاملين بينا كنا يد وحده كان تضافر جهود شرينا الخضرة كاملين سوقنا كاملين قيدنا المقادير كاملين وطيبنا كاملين كان واحد الجو ديال كنا عائلة يعني ماشي هدف تحكم في هذا ولا كاملين بينا ضحكنا مع بعضنا لعبنا تعلمنا شحال من حاجة وصراحة كانت تجربة مميزة وكنشكروا المقيمين ديال المهرجان على النشاط الجميل وتحية لساكنة مدينة عرابيش ومرحبا بكم مرة تبارك الله فريق أباطروس كنتوا فعلا يعني درتوا لوحة مشاهدية في إعداد هذا كنعرفوا المسرح هو تعبير على تا هو ثقافة ديال المجتمع تبارك الله عليكم الله يحفظك